ثم يقول: ما رأي فضيلتكم في النخامة خاصة أنها تعم بها البلوى؟ وبالنسبة لي يصعب علي التحرز منها، وهذا الأمر يفتح لي باب الوسوسة، فما قول فضيلتكم؟ أبدا، هذا أمر سهل ولله الحمد. إن تمكنت أن تلفظها الفظها، وإذا لم تتمكن وذهبت إلى جوفك بدون تعمد فلا بأس بذلك، ولا يكون عندك وسواس. نعم.